السلام عليكم، هلا فيكم فيديو جديد. اليوم راح نتكلم معكم عن هذا البرنامج. ميزة البرنامج هو انك تحمل تقريبا من اليوتيوب، ما ادري اي منصة يستخدم، لكن برنامج كل موسيقى اتوقع اللي في اليوتيوب موجودة فيه. فلو نفتح البرنامج مثل ما اشوف، راح اتكلم معكم عن الميزات او الاشكال اللي موجودة في البرنامج. اول حاجة هنا الهوت اللي هي الموسيقى الجديدة اللي توها نازلة، او الاشخاص اللي يستخدمون اللي يسمعونها الحين. فهنا أكثر شيء تقريبا أجانب موجودين. هنا فوق مثل ما نشوف توب تراك برضو، فإذا كنت تسمع للأجنبي فراح تشوفهم هنا موجودين فوق عندنا. وهنا النيو الموسيقى الجديدة اللي توها نازلة. هنا تشارتس إذا كنت تبي تخش مثلا تشوف سبوتيفاي، تشوف بعض يعني مثل ما تقول توبكس اللي موجودين فوق، تقدر تستخدم تتنقل بينهم. هنا التوب تشارتس برضو وطاليهم راح نشوفهم هنا موجودين. المهم هنا البحث، هنا لو تضغط عليها تشوف الموسيقى حقتك. هنا الشير حق المشاركة لو بتسوي المشاركة. هنا الراديو، لأن في برضو برنامج في راديو. لو نخش هنا نشوف مثلا أي قناة راديو. هنا طبعا البرنامج مجاني، فراح تكون في دعايات مثل ما نشوف عندنا. تضغط 3 ثواني نكسر هنا مثل ما نشوف. هنا الماي ميوزيكس، اذا حملت ميوزك عندك راح تشوفهم هنا اوفلاين او فيديوهات. فهنا صفحتك تكون، اذا سويت بلاي ليست هنا برضو او الاعجاب او اخر شيء سمعته. طبعا مشغل اغنيه قبل شوي شيك عليها. هنا السيتنج حقينك، فتقدر مثلا تشغل موسيقى او قران او اي شيء، وتحط مثلا سليب تايمر هنا مثلا يطفي تلقائي بعد ساعه، فتشغل الموسيقى عندك بعد ساعه تطفي الموسيقى اذا كنت بتنام. فبرنامج حلو. هنا البحث، لو تضغط على البحث تضغط على اي شيء تبي تضغط عليه وتسمعه. مثل ما قلت لكم البرنامج دام انه مجاني راح يكون فيه دعايات. كنسل، تفتح عندك موسيقى مثلا تقدر تحملها من هنا، او مشاركه كيفك تضغط على التحميل. هنا الصيغ اللي بيجيبون لك، فبكيفك تبي تحملها ام بي 4 لو كان فيديو تبي تشوفه، او ام 4 اي او ام بي 3 بكيفك انت. فبرضو على كل صيغه موجود فيها هنا هاي كواليتي لها وستاندر. مثلا بحملها ام بي 3 انا على الهاي كواليتي، اضغط داونلود كنسلها ارجع بخش هنا راح اشوف هنا على طول ردي محمل عندي. الحين اقدر اسمع لها اوف لاين اذا كان ما عندي داتا اني برا الشارع مثلا بسمع لها، خلاص اضغط عليها تشتغل عندي هنا. طبعا تقول ليش موجود دعايه او موجوده اعلانات؟ لان البرنامج مجاني فصاحب البرنامج يبي فلوس. فما في هذه الحركه، مثل ما شفنا طلعنا برا اوريدي الموسيقى تتم شغاله. هذه ميزه البرنامج. البرنامج موجود في اب ستور في تاريخ اليوم. هذا هو برنامج تونر راديو بلاس ميوزك اند فيديو، هذا اسم البرنامج مثل ما نشوفه. البرنامج يعتبر تقييمه عالي 4.7 مثل ما نشوف، يعني باقي تقريبا 0.3 وخلاص يصير لك توب 5 نجوم يعطونه في هذا البرنامج مثل ما نشوفه. بس رابط البرنامج راح احط لكم تحت في الوصف. ففي نهايه الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناه ونشر المقطع ولايك المقطع، وتعليقاتكم تحت تهمني. ولا تنسون فضل دعائكم، والسلام عليكم.